دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الفرحة أبراج، إن شاء الله تكونوا لباس، الحظ مويتيكم. هي أول أخبارنا، نبدأوها مع الحمل اللي تتحسن أموره العاطفية، وأخيرا راهو عندك الحب، عندك الرومانسية، عندك الأخبار الممتازة، فما الفرحة ونحكيه على سعادة كبيرة. الثور فترة ممتازة باتصالاتها، أخبارها ولقاء يخص سفرة مهنية، والجوزاء قرارات هامة، هي سعادة استثنائية، الحمد لله راك باش تفرح الخبير. السرطان فترة مالية، فترة كلها حظ، ممكن هوني نحكيه على ترقية في الخدمة الحالية، نحكيه على الأيامات الجاية. والأسد أخبار تشجع تخص سفرة مهنية، وطبيعي جدا مدام القمر في برجك تحس بها بالراحة هذه، بالتفاؤل والأكثرية، إنكم تميلوا للتغييرات. العذراء مش هو اللي مش برشا مرتاح، ما لازمك تتأكد إنه اللي جاي إن شاء الله يا ربي تكون خير، نحن طالبين منك إنه تسمع، تحاول تفهم وتحاول تصلح أغلاط البارح. وبرج الميزان راهو نهاية الشهر جويلة وبداية الشهر أوت، يعدوك بالطاقة الأخبار العاطفية الزينة، هي أخبارك استنيتها من مدة، اليوم تعيش انفراج وتتغير حياتكم للأفضل. إلى عقرب، بالرغم الأجواء المعاكسة، إلا أنك تتمتع بحماية فلكية من شمس السرطان، الماء صديق، والقوس راهي تشرق شمسك تودع كل المشاكل والخيبات، كيف وكيف الجدي اللي الحمد لله راك باش ترتاح من برشا ضغوطات، ترتاح نفسيتك من كل هالطاقات السلبية اللي رافقتك على المستوى الشخصي. الدلو هي نصيحة رد بالك لا تخاطر، هوني نحكيه مهنيا وخاصة زيدا نحكيه شخصيا. ونختمو مع الحوت، وأخيرا تتحسن الحالة العاطفية، تنجح في إتمام مهام مهنية، وأخيرا زيدا باش تكون أنت الأفضل الفترة الجاية. دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.